سنتر شاهين ملوش منافسين. عروض الكهرباء الخفيفة يوم الأحد الموافق 30/9/2018. هاند بلندر ساترن 225 واط وظيفتين، خلطو طحن، سكاكين فولاذية مقاومة للصدأ ضمان سنتين استبدال ب 199 جنيه. محضر طعام ساترن 800 واط، 8 وظائف، وعاء زجاجي 1.5 لتر، سرعتين ضمان سنتين استبدال ب 799 جنيه. صاعق ناموس 60 سنتي 2 لمبة نوفا ب 199 جنيه. محضر طعام ووتر ستانلس 37 وظيفة 800 واط ب 929 جنيه. مكوى جافة 1000 واط 6 رطل زائد ترابيزة مكوى هدية ب 175 جنيه. مروحة حائط 16 بوصة عطا ب 210 جنيه. مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة ب 444 جنيه. شاشة عطا 55 بوصة سمارت ب 6349 جنيه. شاشة يونيون اير 43 بوصة فول اتش دي 3 مخرج اتش دي ب 4799 جنيه. شاشة يونيون اير 50 بوصة فول اتش دي 3 مخرج اتش دي 4K ب 7499 جنيه. محضر طعام دريم 15 وظيفة 1000 واط ضمان سنتين، 3 شفرات تقطيع زائد 2 سلاح فرم وتقطيع زائد 2 مضرب لخفق العجين زائد 2 سلاح لتقطيع الفواكه زائد وعاء 1.7 لتر زائد شفشق زجاج زائد مطحن التوابل زائد عصارة زائد سلاح شفرات تقطيع ب 949 جنيه. مكوة بخار تورنيدو بقاعدة تيفال 1800 واط ب 349 جنيه. غلاية تورنيدو ستانلس 1.7 لتر ألوان ب 299 جنيه. خلاط قوة 450 واط زائد مطحنة زائد كبة 1000 واط زائد مضرب بيض 200 واط زائد واحد سلاح عجين زائد سلاح خفق بيض ب 1299 جنيه. سنتر شاهين بيكسر الأسعار واللي بيغلوها.